جبت كشف السباكة اللي قلت لك عليه؟ جبته يا معلم. ايه ده يا ابني، ده مش هوم بلاست؟ وماله يا معلم، اهي تقضي الغرض وكله بيركب في الحيط. لا 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 لا، السباك الصح يركب المنتج الصح. واشمعنى هوم بلاست؟ علشان الجودة والسعر والخدمة، خامة ومواصفات ألماني مفيهاش أي إضافات ونقية، وكمان شهادة ضمان وخدمة بعد البيع. على كل مصري مساء العزيمة وحب أولادها الأرضها، أرض الحضارة والتاريخ، مصر اللي دايما واقفة في كل أزماتها. قبل ما أبدأ حلقتنا النهاردة أرحب بزميلي محمد. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا سارة، وأهلا بالسادة المشاهدين متابعينا النهاردة على قناة الصحة وجمال برنامج الأصل المصري. يا رب حلقتنا النهاردة تكون إعجابكم ونقدر نقدم لكم كل جديد يا رب. قبل ما نبدأ الحلقة معنا تقرير مهم جدا، بس قبل ما نبدأ التقرير عايزة أهني المهندس أحمد ريحانة، تم كتب كتابه على أختي وبنت عمي وبنت خالتي هدير سمير بنت الدكتور سمير وحيش الباحث الأكاديمي ومحاضر بعلوم المنوفية. مبروك وأتمنى لكم حياة سعيدة. هنطلع دلوقتي هنشوف التقرير بتاع شركة هوم بلس. استنونا ما تروحوش بعيد. We'll be right back.
السلام عليكم. السلام عليكم. هنتكلم مع حضرتك شويه عن هوم بلاست ومنتجات. تعرف بحضرتك شعبان محمد والشورى العسكري. اه سلام يا استاذ شعبان. حضرتك ليه بتفضل انك تشتغل بمنتج هوم بلاست عن غيره من المنتجات الثانيه؟ والله هوم بلاست عامه احنا اشتغلنا فيه لنا 5 سنين وما شفتش فيه عيوب ولا شفت فيه اي حاجه. ومنتج نظيف وحمى نظيفه وجوده عاليه وضمان، يعني حاجه حلوه بصراحه يعني. تمام. ايه هي مميزات هوم بلاست اللي بتقابلها في الشغل معاك؟ مميزات هوم بلاست مرونة الشغل، فوق اللحام بتاعه كويس، جودة عالية، الصف بتاعه كويس، عندنا المر اللي يولع عليه فيه، يعني شغل كويس، فوق ريحة كويس. في تنوع في المنتجات يعني؟ في تنوع. طيب شغل هوم بلاست حضرتك بيبقى عليه ضمان فعلي؟ في حد بيتابع من الشركة معاك يعمل لك ضمان وكلام من ده؟ لا، في ضمان فعلي فعلا. الضمان بيجي المندوب بيعاينوا جميع شهادة الضمان، وضمان فعلا لو في أي حاجة في الشغل الشركة اللي بتشيلها من ألف لياء. إيه الخدمة اللي بتقدمها الشركة للمستهلك؟ خدمتها الضمان، منتج عالي الجودة، حاجة نظيفة تشرف، حاجة تعيش معاها، يعني بصراحة حاجة حلوة. إيه هو اللي ناقص في الشركة من اكسسوارات أو قطع أو منتجات حابب ان الشركه تضيفها؟ يعني اللي عاوزين ان احنا نكملها، احنا عندنا الجبزان الواحد من 3-4، الواحد بوصه، الـ4 بوصه الـ6 بوصه دي موجوده. ناقصنا محابس الزاويه اللي هي زي اللي هي السخانات. ممكن لو نزلنا خلطات في الكواليس دي كده، يعني فيها حاجات كده. طيب انت ليه بتنصح الزبون بتاعك بهوم بلاست؟ بنصح الزبون لهدف واحد، الجوده عاليه. صراحة يعني الشركة مش فيش منها حاجة وحشة، جودة وضمان وشغل وحاجة كويسة، مفيش شيء يطلع يضرب من سخان لما الحرارة ترتفع، مفيش الكلام ده كله، مفيش مصاري تضرب، يعني بصراحة جودة حلوة. كلمنا عن مشكلة حصلت معاك وكان رد فعل الشركة إيه ومدى استجابتها وطريقة الحل. أنا عامة مفيش مشاكل حصلت معايا، بس لو حصلت معايا صنيع تاني بصراحة بيبقى فوق جنبي، مش بيسيبوا الصنايع ولا بيسيبوا صاحب البيت لغايه ما يخلصوا له مشكلته وخلصوا وضعه خالص، على كده عكم الوجه وسيراميك وكل شله وسيبوا له حق زي ما كان يستلمها في الاخر. لو في اقتراحات من حضرتك مثلا للشركه باضافه حاجه او تعديل حاجه، بتلاقي مدى استجابه من الشركه او من فريق العمل؟ في استجابه. يعني طلبنا غير نزلونا غير، طلبنا الجبزان نزلونا الجبزان، بس هي باقي الحاجات البسيطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم لقاء حصري مع الباشمهندس طارق عبد الله الصباح من داخل معرض الامل، ونقول له اهلا وسهلا بيك يا استاذ طارق. اهلا وسهلا بكم صباح، واهلا وسهلا بشركه هوم بلاست، الشركه المحترمه. الله يكرمك يا فندم. هستسمح حضرتك بس هسالك كام سؤال كده، معلش انا عارف ان وقت حضرتك مشغول، بس هستسمح حضرتك في 5 دقائق مش اكتر. الله يكرمك. الله يكرمك يا فندم. حضرتك ايه اللي بيميز هوم بلاست عن باقي المنتجات؟ بصراحه اللي بيميز هوم بلاست عن بقيه المنتجات اسرع فريق خدمه عملاء، اول شركه في مصر نزلت بسيستم كامل، قائمين على شركه هوم بلاست ما شاء الله 30 سنه في المجال، في حاجات كتير طبعا بتميز هوم بلاست. تمام يا فندم. استاذ طارق، هو اكيد حضرتك راي الفنيين يهمنا ويهم حضرتك، راي الفنيين ايه في منتجات هوم بلاست؟ والله وراي الفنيين ما شاء الله في هوم بلاست، من ساعه ما انا اشتغلت في منتج هوم بلاست ما حدش اشتكى من المنتج، ما حدش اشتكى من اي حاجه جوه المنتج، ما حدش اشتكى من اي حد شغال في الشركه، فما شاء الله يعني شركه محترمه ومنتج محترم بصراحه. تمام يا فندم. استاذ طارق، ايه اللي بيميز منتجات هوم بلاست عن اي منتجات تانية؟ بص يا صباح، هي هوم بلاست الحكايه مش حكايه تروح فريق، روح فريق عمل، مفيش فرق بين صاحب شركة، مفيش فرق بين مندوب. بصراحة الحتة دي حسنها في شركة هوم بلاست. والحاجة التانية بصراحة الشركة بتتعامل مع صاحب المعرض ومع الفني كأنه فرد من شركة هوم بلاست. تمام يا فندم. وفي الختام يا أستاذ طارق، تحب تقول حاجة قبل ما انهي مع حضرتك؟ في الختام أحب أشكر طبعا أستاذ فيصل، أستاذ يحيى، أستاذ محمد فوزي، استاذ صالح، واحب اشكر كل القائمين على فريق عمل هوم بلاست. كتر خيرك فندم، شكرا يا استاذ طارق. ماشي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبينا. معانا النهارده 2 من عمالقه مركز ناصر طبعا، وزي ما احنا شايفين الاستاذ سامح نبيل صاحب سلسله معارض نبيل فهمي للادوات الصحيه بخبره تفوق 20 عام،
معنا الأستاذ سعد عبد الحليم أوائل مركز ناصر وأوائل محافظة بني سويف. نحب النهاردة نعرف رأيكم في منتج هوم بلاست، شركة نجحت باسمكم ونجحت بمجهودكم، وإحنا نحب نعرف إيه هو مميزات شركة هوم بلاست ومدى جودة المنتج وصدقها مع العميل في كل شيء يعني. اتفضل أستاذ سامح. في البداية أحب أشكر شركة هوم بلاست إن هي أتاحت لنا الفرصة دي إن إحنا نتكلم عن أشخاص عن ناس بدأنا معاهم الشغل من أكثر من 30 سنة، ناس نعرفهم من فترة طويلة، نقلوا خبرات 30 سنة مجهود 25 سنة فاتوا نقلوه لينا ونقلوه للجمهور نقلوه مصر كلها تقريبا. عايزين نقول ان احنا الاستاذ فيصل رئيس مجلس إدارة شركة هوم بلاست الناس من اوائل الناس اللي ابتدت العمل والمجهود ده. خلينا نقول ان احنا نعرف ان الاستاذ فيصل من اكثر من 30 سنة نقل خبرات شغله لشركة هوم بلاست. هوم بلاست خلينا نقول ان هي بدأت في 2017 حاجة صغيرة قد كده لغايه كبرت معانا وكبرنا بيها، مصداقيه، خامه، جوده، فنيين على اعلى مستوى بينطقوهم، مش اي حد بيشتغل في المنتج، مش بنختار اي حد، مش يعني مش بيقبلوا باي حاجه، ما عندهمش حلول وسط، هم بصراحه طب من زمان يعني في المعامله وفي المنتج كخامه ودراسه الشركات احنا استفدنا. هم اضافوا لينا بصراحه في السوق يعني، هم اضافوا لينا شركه هوم بلاست والعلامه التجاريه بتاع هوم بلاست اضافت لينا كتير في السوق بصراحه، بتزيدك ثقه يعني. احنا بنتكلم على منتج بيزيدنا ثقه في السوق يعني، بنتكلم على 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 منتج شغالين فيه بقالنا اربع سنين وفتره تقريبا متقلنا في السوق. لما بعرض على فني بقول له مثلا عندي هوم بلاست ما بيقدرش يقول لي حاجه، ما بيقدرش يقول لي مثلا لا هشتغل في منتج، لو هو عرض عليا منتج ثاني لما بقول له انا شغال هوم بلاست بيقول لي كتير خالص. فاحنا بنحب نشكرهم على المجهود اللي هم بذلوه في الفتره اللي فاتت كلها. علشان بما انك اكبر صنايع موجود في بني سويف، عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت ليه اخترت منتج شركه هوم بلاست انك تشتغل فيه؟ اولا انا اشتغلت بجميع المنتجات الموجوده في السوق. تمام. افضل منتج اشتغلت بيه هو هوم بلاست. جوده عاليه، منتج ممتاز جدا، خدمه متميزه، وفي حاجه اسمها خدمه بعد التركيب، اي اتصال اي حاجه في اي وقت الفريق جاهز بصراحه يعني حتى 24 ساعه. انا عايزك يا باشا، شركه هوم بلاست بصراحه شركه متميزه جدا جدا جدا، خامه ما اقدرش مش عايز اقول هي المانيه، هي فوق تفوق الالمانيه. بما اني اشتغلت فيها بجميع كل اعمالي وكل شغلي هوم بلاست. طيب عم فتحي، انت قابلتك اي مشاكل من ساعة ما اشتغلت معانا في شركة هوم بلاست؟ شركة هوم بلاست انا بصرح دلوقتي ما فيهاش اي مشاكل خاص نهائي، ما فيش اي مشاكل خاص نهائيا بفضل الله يا باشا، بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هل انت حسيت ان شركة هوم كل يوم بتنزل لك جديد في المنتج طبعاً بتاعها؟ طبعا مش عايز كلام، كل يوم شركة هوم بتتميز على اليوم اللي بعديه، كل يوم بتتميز، بتعمل فيه حاجات جديدة جدا بتنزل، كل مادة الشركة بتتقدم. طيب ايه رايك في فريق عمل شركة هوم بلاست؟ ممتاز جدا وعلى اعلى مستوى. حد بيأثر معاك في حاجة؟ أنا أبدا، أنا بتصل فيه في أي وقت أي حاجة تحصل بصراحة، ما فيش حد بيأثر خاص بيها. طيب تمام، أنت في رسالة حابب توضحها للناس عن شركة هوم بلاست؟ أقول لشركة هوم بلاست تقدمي وكل ما تتقدم إحنا معاكي، أنت تعلي وإحنا نعلي معاكي. إن شاء الله بيكم يا باشا حبيبي، شكرا على المفاتيح. حضرتك شغال بمنتجات هوم بلاست؟ أيوه. طب ليه حضرتك بتفضل أنت تشتغل بهوم بلاست عن أي منتج تاني في السوق؟ والله هوم بلاست حاجة نظيفة وخامة كويسة، وبعدين الزبون بيحط الموضوع ده أمانة في رياحتي، فأنا لازم أنصحه بالحاجة اللي متعودنيش عليها بقالي جدا. طيب حضرتك إيه المميزات اللي أنت شايفها في المنتج ومش موجودة في المنتجات التانية؟ المميزات كتيرة جدا، أول حاجة الخامة جودة عالية، مفيش لحام بيهوى منه ويعمل مية ولا في أي حاجة، وما شاء الله شغل زي الفل، ده غير إن الشركة موجودة معانا. شغل هوم بلاست يا ترى عليه فعلا ضمان فعلي؟ طبعا شركه هوم بلاست مجرد ما يخلص الشغل بيجي المندوب يستلم الشغل ويعمل الكبسه بتاعه بمكبه الضغط،
بيضغط على 20 بار. بعد ما استلم وبيدي شهاده الضمان للعميل خلاص احنا طولنا هنا بينتهي. ايه الخدمه اللي بتقدمها الشركه للمستهلك؟ الخدمه ان هي مدياله خامه نظيفه جوده عاليه، الشغل عليه ضمان لمده 10 سنين، اي حاجه تحصل في الشغل لمده 10 سنين الشركه بتقوم بيها. الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه حصلت، بس كل شيء وارد. ايه اللي حضرتك شايفه ناقص مثلا في المنتجات او حاجه زياده حابب ان الشركه تضيفها لمنتجاتها؟ اتمنى ان شركه هوم بلس تنزل نواكل زي بعض الشركات التانية كده، يبقى المنتج متكامل، يبقى فيه خلاطات، فيه نواكل، فيه لايات خام، فيه محل الزاويه، فيه بقية حاجات كلها، بحيث ان انا يوم ما اجيب من شركه اجيب حاجتي كامله كلها مره واحده. تقدر تكلمنا مثلا عن مشكله حصلت معاك في شغل او اي حاجه صادفتك وطريقه استجابه الشركه وحلها ليه؟ هي الحمد لله لحد دلوقتي مفيش الكلام ده، بس المندوب كل فترة بيبلغنا في أي مشاكل، في أي حاجة، لو في أي حاجة، أي مشكلة جديدكم ودونا خبر. الحمد لله لحد دلوقتي مفيش هذه. ليه بتنصح الزبون بتاعك إنه يجيب هوم بلاست؟ لأن خامة نظيفة، جودة عالية، سعر مناسب مقارنة بالمنتجات اللي في السوق. ممكن نتفرج على الشغل في حضرتك كنت مع الشرح بتاعك؟ ده طبعاً خلاط في المطبخ، وهنا ده اللي هي الصف بتاعه والفلتر جنبيه، واللي هنا البيبة ده المطبخ، ده بيت المطبخ. طبعاً الحمام الناحية التانية، ده عندي ده حوض الوش، وعندي ده هنا سخان، وعندي بيبة هنا برضه قدام الحمام، وأجي هنا عندي ده غسالة، وهنا الدش، ودي قاعده بلدي، وهنا في قاعده فرنجي، بس طبعا الصرف بتاعها بيتعمل بعد البلاط بيركب ورا على طول. تمام. معموله المايه بتاعتها بس. ما شاء الله، الله ينور يا زميلي. الله يبارك. أستاذ غطاس، أولا عرفنا بنفسك، ثانيا عايزين نسأل حضرتك ليه شغال في منتج هوم بلس، وهل هو أجود منتج عندك؟ لأن أكيد عند حضرتك أكثر من منتج، فهل هوم بلس الأجود عندك عشان كده شغال فيه ولا لا؟ اتفضل. أنا اسمي غطاس، وجامعة الغطاس الصحية بن سويف. طبعا منتج هوم بلس انا مختاره لمميزات كتيره، في منتجات كتيره موجوده في السوق. منتج هوم بلس ليه ميزات حلوه، اولا منتج متكامل، في الاخضر، في ابو جوان، في الابيض، في العزل، في عزل الكيماوي الحديث، في كل حاجه حلوه الصراحه. ومتوفر فيه الخامه، لان عندنا الفن اللي هو السباك هو اللي بيديني الفاين في الاخر، لان انا مش بشتغل بايدي، السباك هو بيشتغل بايده، فبيقول لي اللحام ده مثلا ده حلو، ده لخام، ده ما بيسيلش، ده ما بيدخنش، ده كذا ده كذا. فمنتج هوم فيه كل المميزات دي، وانا اهم حاجه طبعا المنتج يبقى ماشي، واهم حاجه الصنايعي والعميل. العميل ده لازم، لان ده راجل بيدفع فلوس في خامه هتعيش سنين، فلازم يبقى خامه نظيفه وخامه طبعا ممتازه. زاد منتج هوم بلاست خلاصة منتجات يعني كتيرة، في منتجات كتيرة يعني مش هوم بلاست بس الموجود في السوق، بس اخترت هوم بلاست لان جمع خلاصة منتجات تانية في المنتج بتاعه، يعتبر خبرة ألمانية، لان قبل هوم والحاجات دي كلها كانوا الناس الكاست بتاع او فريق العمل بتاع هوم بلاست كان شغال في الالماني قبل ما يخش المصري، واخد خبرة علمانية. يعني مثلا هوم بلس ده مش من 5 6 سنين، لا الكاست بتاعه والفريق بتاعه، مثلا رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فيصل خبرة من مش عايز أقول لك من 20 سنة، المنتج من 5 6 سنين، بس خبرة الناس دي من 20 سنة في
ومنتجات تانية في الألماني واخدين خبرة الألماني كلها بمكان ألماني كله بخامات نظيفة. فطبعا عطية منتج حلو، أنا أهم حاجة العميل والصنايع طبعا. طب هل حضرتك بتبص للمكاسب المادية أكتر عشان كده اخترت هوم بلاست، ولا شايف ميزة معينة عند هوم بلاست وفرتها لك غير المنتجات التانية؟ هو طبيعي أنا تاجر، أنا تاجر يعني ما لازم يبقى في مكسب، والمكسب يجي منين؟ من المنتج اللي هي متداول اللي هو سريع في السوق. أنا عايز منتج متداول في السوق هيجيب لي طبعا، لما أنا أشتغل كتير في منتج يكون حلو في السوق، صناعية حباه، العملاء حباه، فطبعا ده طبيعي. أنا طبيعة الحال أنا ما بشتغلش إلا هوم بس، لأن هو من المنتجات كلها شغال في هوم. ليه؟ لأن منتج صراحة ممتاز وخامة ممتازة، وده كده فيه يعني في عندي أمثلة ليها يعني حاجة زي كده. الشكل ده الشكل الألماني، والنحاس بتاعه نحاس صافي في نسبة كبيرة نحاس، ما فيهوش نسبة حديد. الرحمن الرحيم والصراط المستقيم، تنزيل عزيز الرحيم وبه نستعين. حاليا احنا في اعرفكم بنفسي مصطفى مندوب شركة هوم بلاست مركز تطفيح محافظة الجيزة. دلوقتي حاليا احنا في محلات القاسم سلسلة معارض القاسم بالكبابات مركز تطفيح محافظة الجيزة. دلوقتي معانا الحاج ناصر القاسم صاحب محلات القاسم وسلسلة معارض القاسم قرية الكبابات محافظة الجيزة. تشرف بحضرتك يا عم ناصر، ممكن تعرفنا عن نفسك؟ معك عبد الناصر قاسم نور عالم الدين من كبابات اطفيح جيزة. تمام، اهلا وسهلا بحضرتك عم ناصر. بارك الله فيك. عم ناصر شغال مع شركة هوم بقاله كم سنة عم ناصر؟ والله حوالي 4 سنين. يعني من اول الشركة ما الشركة جت عندي هنا اول واحد، انا طبعا استقبلتها في البلد هنا، فعرضوا علي المنتج وعرضوا علي الاسعار، فحقيقة عجبني الاسعار، فعملت ندوة بسيطة كده بالنسبة لي للصناعية اللي شغالة معايا، فجبنا مكنة لحام وجربنا المنتج، ومنتج طلع محترم، خامته جميلة ومنتج جميل ما بيدخنش ما فيهوش أي مشاكل. وطبعا دي شهادة الجمعية الصناعية اللي كانت معايا، يعني الناس محترمة فشكرت في المنتج، وعلى هذا الأساس اشتغلنا معاه. يعني فوق كده طبعا ناس محترمين وناس مؤدبين. المبيعات عندنا في المنطقة الأستاذ ياسين فوزي راجل محترم وشخصية محترمة وحياه ادب واخلاق، والاستاذ محمد فوزي والاستاذ فيصل والاستاذ هشام والاستاذ يحيى والاستاذ هاني، ناس محترمين وناس شخصيات محترمه وناس ذوق وادب واخلاق. ده كله المستقيه الناس يعني عروضات وبتتعمل لنا هدايا وبتطلعنا على خلاص على الغردقه، فحاجه حلوه ومنتج محترم، فكل ده كل شيء يعني منتج محترم وناس محترمين، واهم حاجه المصداقيه في الشغل. طب في اي تاثير من ناحيه خدمه العملاء في المنطقه عندك هنا؟ لا والله احنا عندنا الاستاذ مصطفى والاستاذ عبد العزيز حقيقه يعني ناس محترمين وناس مؤدبين، واي حاجه نواقص واي حاجه بيكملها لنا على وجه السرعه، والتعامل 100% حقيقه يعني. تمام يا عم ناصر، تحب تشكر مين؟ يعني تحب تشكر فريق العمل ولا تحب تشكر والله مين؟ والله شكر موجه. انا بشكر جميع الاخوه العملاء هناك، ناس محترمين، اذا كانت خدمه العملاء او صاحبات المصنع او مدير الاداره او المركز التنفيذي، ناس كلهم محترمين وناس 10 على 10. طب في اي مشاكل بتواجهك في المنتج في الخامه؟ والله احنا شغالين بقالنا 4 سنين الحقيقه، مفيش حد اشتكى منها، الصناعيه اشتغلت فيها وشكرت في المنتج، خامه جميله. انا نادي شاكر فرانسيس بني سويف، فني في السباكة، هتكلم عن منتج هوم بلاست أو أدي رأي عن منتج هوم بلاست. شركة هوم بلاست شركة فوق الممتازة بالنسبة للخامة، خامة فوق الممتازة ذات جودة عالية، في دايما بنحس في تطور دايما بحاجات منتجات جديدة بتنزل من الشركة، غير كده كمان الخامة ممتازة جودة عالية، في فريق عمل فوق الممتاز دايما بيجي يراجع ويعمل شهادة ضمان. Thank you.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شركة هوم بلاست من أفضل الشركات في مجال الأنظمة المياه والصرف الصحي، أتمنى تكونوا استفدتوا من التقرير. وزارة النقل من الوزارات الهامة والحساسة في مصر، في الفترة الأخيرة حصل كذا حدث أو خبر مع فريق كامل الوزير. معانا مكالمة هاتفية مع الكاتب الصحفي هاني عمارة المتخصص في شؤون وزارة النقل. المكالمة جاهزة؟ أهلا بك. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك يا ساره؟ الحمد لله، معاكي وفضل العمل، وتحياتي لك وكل مشاهدي برنامج. ربنا يخليك، ده شرف لينا. حضرتك كنت متواجد اثناء الفتره الاخيره مع فريق كامل الوزير، مظبوط؟ اه مظبوط. هو كان في جوله مهمه جدا يوم السبت اللي فات، وفي كانت في جوله برضو امبارح. في الجوله يوم السبت كانت لمتابعه مشروع القطار السريع في السخنه. تمام، كنا عايزه حضرتك تتكلم عنها. كان فعلا هي كانت جوله شاقه جدا، انت عارف الطقس الحر ده اللي عمل بقى مئات الناس والاف العمال والفنيين والمهندسين بيشتغلوا يعني في الجبل في الصحراء. الجوله بدات من صحراء حلوان وامتدت حتى منطقه السخنه على مدار 7-8 ساعات من الصبح، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، في وسط الجبل في وسط الوديان والصحراء والرمل. هي حاجة ملحمة محدش يعني يحس بيها إلا اللي عاش هذه اللحظات وهذه الأوقات وسقط الناس وشاف الناس بتشتغل في ظروف قاسية جدا جدا علشان تجهيز المرحلة الأولى من المسار اللي هي بتمتد من كورنيش النيل في حلوان إلى محطة السخنة في المنطقة الصناعية في السخنة اللي هي على طريق السخنة. جهد كبير جدا بيتم لتجهيز المشروع ده وسباق مع الزمن حتى يتحول إلى واقع ويتم الانتهاء. اللي بيحصل دلوقتي الشركات بتجهز المسار. يعني إيه تجهيز المسار؟ المسار ده طبعا بيخترق مناطق صعبه جدا، فيها مناطق جبليه، فيها مناطق وديان واطيه منخفضه يعني، وفي مناطق مستويه. مظبوط. الشركات بتعمل دلوقتي الجبال العاليه بتفجرها وبتسويها بالمساحات او بالمناطق العاديه، والمناطق المنخفضه اللي هي الوديان بيتم رسمها. وبيتم هذا المشروع هيتم اقامه الأطوار على امتداد ما يقرب من 600 كيلو، لأن هذا المشروع بيمتد بعد كده من الحلوان إلى بدرشين إلى أكتوبر إلى كل المناطق دي القطر بيخدم عليها، صح؟ اه طبعا، بس هم هو كل الشغل شغال كله في المطار، كله بيجهز في المطار من السخنة إلى العالمين. في أكثر من 120 شركة بتشتغل في هذا المشروع، ولكن هم مركزين على المرحلة الأولى اللي هي من حلوان حتى السخنة علشان يتم تجهيزها، عشان تستلمها شركة سيمنز الألمانية علشان تبدأ بقى تشتغل في راكب الأنظمة والأوبان والإشارات والترتيبات الخاصة بهذا المشروع. مشروع كبير جدا، مشروع هيغير وجه المنطقة دي، لأن فيه تخطيط ان يتم اقامه مدن سكنيه ومشروعات عمرانيه على امتداد هذا المحور التنموي الكبير جدا. هيبقى جناح اخر او ضفه اخرى للعاصمه الاداريه من ناحيه جنوب الطريق السخنه. تمام. ايضا الطريق يعني برضو عشان اللي بيتابعونا، القطار ده بيتكون من 3 مستويات. المستوى الاول وهو بيدير بسرعه او بيتحرك بسرعه 250 كيلو في الساعه وبيتوقف في 8 محطات فقط. في مستوى ثاني بيتحرك بسرعه 160 كيلو في الساعه وبيتوقف في 20 محطه من العالمين الى السخنه الى مطروح. وفي مستوى ثالث ده اللي هيشتغل فيه نقل البضائع من ميناء السخنه الى بقى ميناء اسكندريه او ميناء جرجوب على ساحه البحر. مشروع كبير ده، مشروع ضخم جدا،
يعني هيغير شكل المنطقه ديت، لانه هو بيخترق المناطق الصحراويه وبيتحرك غرب طريق مصر اسكندريه الصحراوي، يعني بيفتح شريان تنميه جديد يقام عليه العديد من المشروعات والمناطق السكنيه. تمام. طيب كنا عايزين برضو نسأل حضرتك في خبر متداول ان يمكن استعانة خريجي الهندسة لمنع الحوادث القطارات، الخبر ده صحيح؟ تاني الصوت بيقطع، ممكن تاني السؤال؟ في خبر متداول ان احنا هنستعين بالخريجين الهندسة، الخريجين كلية الهندسة. اه طبعا، لا ده خبر صحيح، وانا يعني كنت مع وزير النقل الفريق الامن المهندس كتير وحصل نقاش معاه في هذا الشأن، وقال لا هو اكد الخبر وفعلا بيجهزوا دلوقتي لاستقبال اول دفعه حوالي 750 مهندس من خريجي تكنولوجيا الاتصالات. هو الهدف ان هم يعني القطار ده اله خطيره جدا، اله معقده جدا، وبيشيل ما يقرب من 1000 راكب القطر، يعني لا يقل اهميه عن الباخره وعن الطائره، وبالتالي لازم قائد القطار يبقى مؤهل على اعلى مستوى عشان يعرف قيمه وخطوره الاله وقيمه وخطوره الركاب اللي يعني في العربيات خلفه في وهو في الجرار، يبقى عارف ازاي يتعامل مع التكنولوجيا الحديثه، لان بيتم دلوقتي تحديث منظومه القطارات، بيتم ضخ بعربيات بقاطرات جديده وجرارات جديده، فلازم المهندس المؤهل، وما بياخدوش اي مهندس، لا المؤهلين اللي هم خريجين واخدين اعلى تقدير تقديرات كبيره، وهيتم تدريبهم بحيث يبقى فيه يعني تحديث او تطوير للعماله البشريه يوازي التحديث اللي بيحصل في المعدات والالات والعربيات واللي هي المحطات ومنظومه الاشارات والاطباق، لان يظل العنصر البشري هو اخطر عنصر في منظومه تشغيل السلك الحديد، لان الغلطه منه بيكون ثمنها باهظ جدا على المستوى البشري، وبتحصل حوادث وبتحصل برضه خسائر كبيره في السلك الحديد الى جانب طبعا خسائر الارواح. تمام. طب حضرتك شايف التطور اللي حصل في الفتره دي في القطاع النقل، حضرتك شايفه ازاي؟ لا الحقيقه اللي بيحصل في قطاع النقل يعني غير مسبوق في تاريخ مصر، يعني لان سواء في الطرق او في السكه الحديد او في ادخال مفهوم جديد لمنظومه النقل الجماعي اللي هي زي القطار اللي بيربط ما بين اللي هو محطه عدلي منصور في مدينه السلام المترو وما بين العاصمه الاداريه، التوسع في شبكه خطوط المترو، المونوريل الجديد اللي هو بيربط العاصمه الاداريه في القاهره عند استاد القاهره عند استاد القاهره، وده بيخدم مدينه نصر والتجمع والقاهره الجديده الى ان يصل العاصمه الاداريه، وخط اخر بيربط ما بين 6 اكتوبر وما بين المهندسين، والخطين مرتبطين بالخط الثالث في المترو، فده مفهوم جديد للنقل الجماعي بحيث ان اللي يتحرك من نقطه الف ويصل للنقطه يعني ب او اكثر بيكون بينزل من مكان يركب مكان، بينزل من مواصله يركب مواصله. لا ده في تطور كبير، وبعدين الكلام اللي احنا بنتكلم دلوقتي مش مجرد ما بنتكلمش على خطط لسه، احنا بنتكلم على مشروعات بيجري تنفيذها. عندك برضو شبكه القطارات السريعه، مظبوط، مش مجرد خط، عند الخط فيه هيبدا خط قطار سريع من مدينه 6 اكتوبر الى اسوان، يبقى خط موازي للقطار التقليدي او الخط التقليدي، في قطار هيربط من الغردقه بالاقصر ويربط ايضا مع القاهره اسوان، في لا في خطوط، في تطورات كتير حصلت، طفرة كبيرة جدا في هذا المجال، ومش بس الحقيقة ان هو يعني كده بيخلي مصر او بيحاول مصر الناس تقدر تواكب اللي حاصل في العالم سواء في شبكة الطرق او سكة الحديد او في المتر. تمام. كنا عايزين برضو نسأل حضرتك، حضرتك كاتب كبير، ايه رأيك كمصري عن مبادرة حياة كريمة؟ حياة كريمة الحقيقة من
من اهم المشروعات من وجهه نظري، لسبب هي الناس بيقول لك عوده مش عارف الاعتبار للقريه، هو الحقيقه لا، هو ده مشروع، هو بدايه لعوده الاعتبار للقريه. وانا شايف ان اخطر ما في هذا المشروع الى جانب تحسين الخدمات والمرافق للمقيمين في القريه، ان هو يعني بيحاول يعمل توطين للسكان الريف ما يحصلش النزوح الى المدينه، لان ده دايما اللي كان اخطر ما حدث في الفتره السنوات اللي على مدار 30 40 سنه الاخيره، ان الناس نتيجه سوء الخدمات في الريف كان بيضطر ينزح الى او يترك القريه ويذهب للمدينه، فبقت المدينه مكتظه وبقت لا هي مدينه ولا هي قريه. انما مشروع حياه كريمه بيساهم بقى في استقرار الناس وبيحسن الخدمات وبيرتقي بالمناطق، لان كان دايما مثلا الكهرباء اول حاجه لتوصيل خدمه الكهرباء او شبكه الكهرباء تبدا بالمدينه، وبعد ما يخلصوا المدينه يبداوا في القريه، لو برضو الميه خدمات الميه خدمات الصرف. فهو ده كان الناس كانت دايما بتسعى انها تسكن في الاماكن اللي فيها خدمات، اللي فيها خدمات افضل، فكانت يعني بتنزح او بتهاجر من القريه الى المدينه. اللي حاصل بقى دلوقتي هيعمل عمليه استقرار، لان تقريبا الخدمات اللي موجوده في القريه هتكون الى حد كبير هي نفس الخدمات اللي موجوده في المدينه. تمام، شكرا للكاتب الصحفي هاني عمارة المتخصص في شؤون وزارة النقل، وعايزين نشكر شكر خاص لفريق كامل الوزير على مجهوداتك. طبعا حلقتنا النهاردة كانت مميزة لأنها كان في تقرير مميز لحلقة شركة هوم بلس. استنونا في حلقة جديدة الأسبوع الجاي.